خطوة سابعة قوله الأخير، فرؤية الله تعالى في المنام جائزة بلا نزاع بين أهل الإثبات، وإنما أنكرها طائفة من الجهمية وكأنهم جعلوا ذلك باطلا، وإلا فما يمكنهم إنكار وقوع ذلك. قوله هذا الأخير يثبت لكل عاقل ما قلناه من عدم فهم تيمية لمراد الرازي والجهمية، وأن تيمية يتحدث في واد غير واد الرازي ومطالبه، فهو تيمية يقر ويعترف أن الجهمية أو طائفة من الجهمية ومنهم الرازي لا نزاع عندهم مع أهل الإثبات بل وأهل الثبوت والوقوع، بل تأسيس بحوثهم ومبانيهم وتأويلاتهم يعتمد على فرض الصحة وفرض الثبوت والإثبات بغض النظر عن صحته وثبوته واقعا أو عدم ذلك. على فرض الصحة هم يناقشون وهم يؤولون بغض النظر عن صحته وثبوته واقعا أو عدم ذلك، وعلى الأقل فهو يكون حجة على من يعتقد صحة الخبر، على من يعتقد صحة الخبر ووقوعه، وأن الرؤيا في اليقظة، أو نقول على الأقل فهو يكون حجة على من يعتقد صحة الخبر ووقوع الرؤيا في اليقظة، بل ووقوعها في المنام أيضا بالنسبة للجهمية الذين يقدسون الله تعالى وينزهونه من التشبيه والتجسيم حتى في المنام. قال تيمية فرؤية الله تعالى في المنام جائزة بلا نزاع بين أهل الإثبات، إذن لا يوجد نزاع. يقول وإنما، يقول حتى الجهمية ليس عندهم نزاع في هذا، يقول وإنما أنكرها ليس الجهمية وإنما طائفة من الجهمية وكأنهم جعلوا ذلك باطلا. إذن هذا عبارة عن بطلان عقلي، هذا يرجع إلى التنزيه والتقديس. وإلا يقول وإلا فما يمكنهم إنكار وقوع ذلك، إذن يقول هو واقع وفي المنام ويسلمون بهذا ولا يمكن إنكار هذا، لكن يوجد البعض منهم أنكر هذه، يقول هذا يخالف التقديس والتنزيه. إذن على هذا الأساس يكون كل جل الجهمية يسلمون بما ورد في الروايات، إما بالتسليم المطلق من جانبهم أو بالتسليم بها على أساس أنها حجة على من يعتقد بها على فرض التنزل مع من يعتقد بصحتها، فهم على هذا الأساس يناقشون. فإذا ما علاقة الجهمية بتصحيح رواية وتضعيف رواية ومعارضة رواية وطريق الرواية وراوي الرواية، ما علاقة هذا بما يريده الرازي الجهمي؟ هو على فرض الصحة، على فرض ورود هذا اللفظ، فهو يؤول هذا اللفظ وانتهى الأمر. أقول مع ملاحظة أن الجهمية منهم من ينكر رؤية العين في اليقظة فقط، ومنهم من ينكر رؤية العين في اليقظة ورؤية المنام أيضا، ومنهم من ينكر رؤية العين في اليقظة ورؤية المنام ورؤية القلب والفؤاد، فالله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك. والجهمية أهل العقل والمعقول السائرون على نهج الرسول عليه وعلى آله الصلاة والتسليم في التوحيد والتنزيه والتقديس، فإنهم ينزهون الله ويقدسونه من كل ذلك. لكن وكما أشار التيمية فإن بعضهم يخفون، أشار شيخ التيمية في كتابه قال يكذب هؤلاء، يقول هؤلاء يستخدمون التقية، هؤلاء يكذبون. لكن وكما أشار التيمية فإن بعضهم يخفون ذلك خوفا وتقية من سلطان أو ردود فعل الناس، وكما يخاف ويتقي التيمية الآن من الناس فلا يصرحون بمعتقدهم الواقع في التوحيد الجسم الأسطوري الذي يعتقده أئمتهم ابن تيمية وباقي أئمة التشبيه والتجسيم. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام إنه رب خالق غير مربوط مخلوق، وكل ما تصور فهو بخلافه. إنه رب خالق غير مربوب وغير مخلوق، غير مربوب مخلوق، كل ما تصور فهو بخلافه. كل ما تصور في اليقظة، في المنام، في الإسراء، في المعراج، في القلب، في الفؤاد، كل ما تصور فهو بخلافه. وقال عليه السلام لا تناله الأوهام فتقدره، ولا تتوهمه الفطن فتصوره، ولا تدركه الحواس فتحسه، ولا تلمسه الأيدي فتمسه،
وقال صلوات الله وسلامه عليه: ما وحده من كيفه، ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا إياه عنا من شبهه، ولا صمده من أشار إليه وتوهمه، أو ولا قصده من أشار إليه وتوهمه. وقال عليه السلام: مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة. وقال عليه الصلاة والسلام: لم يحلم في الأشياء فيقال هو فيها كائن، ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن. وقال عليه السلام: ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج، يخبر لا بلسان ولهوات، ويسمع لا بخروق وأدوات. وقال عليه وعلى آله الصلاة والسلام وعلى أخيه الرسول الصلاة والسلام: قال الخالق لا بمعنى حركة ونصب، والسميع لا بأداة، والبصير لا بتفريق آلة، والشاهد لا بمماسة، والبائن لا بتراخي مسافة، والظاهر لا برؤية، والباطن لا بلطافة. بان أو بان من الأشياء بالقهر لها والقدرة عليها، بان من الأشياء بالقهر لها والقدرة عليها، بان من الأشياء بالقهر لها والقدرة عليها، وبانت الأشياء من بالخضوع له والرجوع إليه، وبانت الأشياء منه بالخضوع له والرجوع إليه.